تراس دكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة الاجتماع الأول لمجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمية بحضور نائبي سمير البحارنة وبيتسي ماثسيون وأعضاء المجلس والأمين العام، وذلك لمتابعة سير عمل تأسيس المركز. هذا وشال الأعضاء بالدعم والاهتمام الذي يوليه عهد البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة للمركز ومساعيه في تعزيز مسيرة التعايش والتسامح والسلام العالمي، والذي ينعكس إيجابا على نوعية البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز بما يخدم التطلعات. هذا وقد ناقش المجلس مراحل التأسيس المقبلة انطلاقا من مجالاته الأساسية لتنفيذ أهدافه الاجتماعية والفكرية والعلمية والثقافية والإعلامية، كما بحث الأعضاء الأنشطة والفعاليات المقبلة التي يعتزم المركز إقامتها والمشاركة فيها على الصعيد المحلي والعالمي. كما وافق المجلس على تدشين منصة إعلان مملكة البحرين الأسبوع القادم كأولى نشاطاته، حيث زار الأعضاء موقع المنصة في مركز عيسى الثقافي، وذلك مقر مكاتب المركز للاطلاع على تجهيزاته.